أعزائي مشاهدي موقع شبرا ميديا، أهلا بكم معانا وحلقة جديدة من ورد بلدي. حلقتنا النهاردة مع مدام وفاء اللي قضت حياتها أو 14 سنة من حياتها في رعاية أحمد ابنها. تعالوا معانا نسمع ونشوف حكايتها. مساء الخير. مساء النور. نحب نتعرف بيكي. اسمي وفاء أحمد محمد. عندك كم سنة؟ عندي 39. طب احنا عايزين نعرف منك ازاي ابتديتي المشوار مع أحمد؟ أنا ابتديت معاه من بعد ما اتولد، يعني هو بعد ما اتولد كان اصلا كان حصل مشاكل بيني وبينه اثناء فتره الحمل وكده، فحصل لي مشاكل في الحمل، فما جيت ولدت عند والدتي وكده، فالولد نزل طبيعي بس بعد كده زرق بقى ودخل حضانه وكده. يعني هو كان في البدايه مولود طبيعي، بس بعد كده زرق ودخل حضانه من اسباب الاكسجين. نقص الاكسجين ده بسبب مشاكل اللي حصلت لي اثناء الحمل بسبب الزعل. بعد كده جه هو بعد الولاده صالحني وكده، بس بعد كده ما بقاش ملتزم بمصاريف البيت وكده ورعايه احمد وكده يعني. وبعد كده ابتديت مشوار معاه ان انا حاسس ان هو مش مركز، بعمل له كده ما بيبصليش ما بيعمليش. اهله بقى كانوا الاول مش معترفين ان هو مش طبيعي، يعني كانت يعني مثلا ستة تقول لي لا ده طبيعي اقرصهولك، لا انا حاسه الواد مش طبيعي. ابتديت بقى احس ان الاول ما بيسمعش، ما بنرد علينا نديمه ما بيسمعش. اول حاجه بقيت اروح الدمرداش عاملين له مقياس سمع، قالوا لي ده السمع كويس بس هي نسبه الذكاء واطشه. لقيته متاخر في المشي، عملت له الدكتور الاول قال لي لا ده ناقص غذاء بسبب برضه تقصير الوالد وكده. بقيت اديله اكل وكده، كبده وكده واكل، وعمل له علاج طبيعي ابتدى يمشي. وبعد كده حسيت قالوا لي لا ده عنده تاخر. طول السنين دي بعالجه ان هو عنده تاخر، وابتدى بقى يجيله حركات التشنجات وكده. عملت له رسم مخ قال لك ده عنده تشنجات. ابتديت ادي ادويه التشنجات من اول 11 شهر وانا معاه يعني لغايه دلوقتي، وكنت بجري كله في مستشفيات حكومه وكده. كل ده بتعمليه لوحدك؟ بابا مش معاكي؟ لا بابا ما راحش معايا ولا اي حاجه، ولا كان اصلا عايز يوديه لولا اصلا يعني انا سالت جيراني وكده. هم قالوا لا لو استنيتي عليه اكتر من كده ابنك هيتعب اكتر. إيه انت بعد الانفصال ما فكرتيش انك تتجوزي تاني؟ لا ما فكرتش، لاني انا يعني ربنا سبحانه وتعالى اداني هديه من عنده يعني احمد، يعني عشان هو عنده توحد وكده، وربنا اراد ان انا ابقى مسؤوله عنه، عشان كل حاجه اعملها ليه بتوصلني للجنه، الجنه دخولها مش بالسهل. فربنا اراد ان يبقى لي ملاك، يبقى لي جبل حسنات بعمله وانا قاعده بس. فعشان كده انا تميت برعايه ابني وكده. انت اخترتي احمد ومش عايزه اي حاجه تانية من الدنيا، ان انت هترعاه بس؟ عايزه ارعيه وخايفه عليه برضو، لان طبعا عمار بيد الله وكده هيروح فين؟ الاطفال دي طبعا مظلومه في البلد، يعني هتروح في ما تقدرش تعتمد على نفسها. شايفه ايه المشاكل اللي بتقابلك انت واحمد على طول مع الناس وفي مدرسته وحتى الناس اللي في الشارع ومع اهلكم؟ احمد مش في مدرسه، احمد في مركز ذوي احتياجات، لان طبعا المدارس الفكريه ما بتاخدش حاله احمد. انا قصدي المدارس بتاعتهم. المشاكل طبعا عدم توفير الأدوية مش متوفرة، أدوية الصرع بالذات. مشاكل وسائل المواصلات زحمة ودو أطفال تعبانة. الدخل طبعا أنا بقى باخد من بابا نفقة بالمحكمة، يعني لولا أن في محكمة وبتخصم من مرتبه ما كنت. طبعا النفقة دي حاجة رمزية، مش مالكيش أي دخل تاني؟ لا بصراحة هي النفقة، وأنا أصلا قاعدة مع والدتي وأخواتي، ف يعني إيه هما اللي بيصرفوا عليكم؟ بيصرفوا علينا. وفي بصراحة ناس كتير ولاد حلال يعني سبحان الله بيساعدوني في أحمد، في ناس بيجيبوا له أدوية، وفي ناس يعني أقول أسمين ناس أقول يعني في واحدة يعني ربنا يكرمها يا رب الحاجة خيرية ديت، كمان جابت له دواء وانا في دار الرعايه ديت، هي متكفله بدفع مصاريفه. سبحان الله يعني ما فيش قرش بتصرفيه على طفل معاق لازم ربنا يرجعه لك. يعني في واحده معايا في المركز كانت دايما تقول لي عندها ابن اسمها برضه اسمه احمد، تقول لي ابوه بيقول لي ما تعمليش قرار، انا اي قرش بصرفه على الواد ده بلاقيه يرجع. العيال التانيه الطبيعيه لا، وفعلا جربتها ما فيش قرش بصرفه على الواد الا تلاقي ربنا رجعه لك.
سبحان اي حاجه بصرفها عليه الاقي ربنا رجعها لي، الاقي بلاقي تسهيل في حاجات كتيره قوي بسببه يعني، بلاقي بركه في البيت. شايفه ان ربنا يعني ليه حكمه ان هو يرزقك باحمد عشان تعملي حاجات كتير، او شوفك انت هتحمليه ازاي او هتقدري على ده ازاي؟ في حكمه رب يعني، يقول لي مثلا انت ابنك محروم من ان هو يعيش طفل طبيعي يخش مدرسه، محروم انك تسمعي كلمه ماما، محروم ان ابنك اصلا ما بي يعني بالعافيه بيقدرش ياكل نفسه، ما بيقدرش يعتمد على نفسه، فانا محرومه من الحاجات دي كلها، وشايفه في اطفال كتير، فانا اللي بساعده في الحاجات دي. فبشوف بقى حكمه ربنا ان يخلق طفل زي ده، عشان انسان الناس تتعظ وتعرف نعمه العقل دي غاليه ازاي، ونعمه الطفل الطبيعي حلوه ازاي. ربنا بقى هيعوضني بقى في الاخر يعني. انا سمعت شيوخ كتير، اقول اسامي شيوخ؟ خلاص اتفضلي. شيخ خالد الجندي كان مرات ازاري، كان بيقول ان الاطفال دي يوم القيامه ترجع طبيعيه وبتشد باباها ومامتها وباباها لو كانوا طبعا مراعينها، وكل اللي ساعدها اي حد ساعدها بتشد لهم للجنه. فيوم القيامه بقى ان شاء الله هشوفه طبيعي، بس انا دايما بدعي في سجودي بقول يا رب ما تحرمني من يعني ما اعملش حاجه سيئات عشان ما تحرمش ان انا اشوف ابني طبيعي يوم القيامه، وما تحرمش من حضنه يوم القيامه، والاطفال دي بتقالي هم دول اللي هيبقوا على حجر النبي كده، وهشوفه طبيعي احس بيه طبيعي. حرمت بيت ربنا هيديني برضه في الاخر، بس الصبر بقى. يعني قول دي رساله للام اللي ابنها مش طبيعي. طب يعني انت كأم وعشتي اصعب الحالات، تقولي حتى ايه للامهات اللي ولادهم طبيعيين وبتشوفيهم مش كويسين معاهم؟ بقول لهم يعني يحمدوا ربنا اللي هم فيه، ويراعوا ربنا في ولادهم، وطبعا انت عارفه المجتمع برضو مغريات، يراعوا الشباب بتبوظ بعضها وكده، يراعوا ربنا في ولادهم ويكونوا اصدقاء ليهم. الام اللي طفلها مش طبيعي تعرف مثلا، الشيخ يعني عمرو خالد كان بيقول في حديث لي ان ام الطفل الطبيعي عقبال ما يعتمد على نفسه بتاخد كل يوم جزاء الصائم القائم، يعني الطفل بيعتمد على نفسه سنتين بيعتمد على نفسه، يعني كل يوم بتاخده بتراعيه فيه بتاخد اجر الصائم القائم، ما بالك بقى ام الطفل المعاق لغايه ما ان الطفل المعاق ما يعتمدش على نفسه. فيمكن ربنا اراد ان انا مش هقدر كل يوم اصوم واقوم الليل، اراد ان الطفل معاك عشان اخد ربنا يديهاني ويديها لكل ام، اخد ان شاء الله الحسنات ان انا ابقى صائمه وقائمه. ربنا عايز يرفعك منزله، وعملك مش هيجيب لك المنزله دي، فانت ربنا بيبتليكي عشان يرفعك المنزله دي، بس الانسان يصبر. شايفه ايه الحاجات اللي في حياتك ما حققتيهاش بسبب احمد، او عطلك فيها، او حياتك اتغيرت ازاي بسبب احمد؟ حياتي اتغيرت، انا طبعا مش قادره طبعا اشتغل وعشان ظروفه كده. لازم تبقي متواجده معايا على طول. يا مثلا دلوقتي انا بجيبه المركز هنا ما بقدرش بروديه واجيبه. هم بصراحه اقول ما بصراحه هو عشان عارفين ظروفنا وكده يعني، بيخفضونا في المصروفات، بيراعوا ربنا. مثلا لما شافوا حاله ابني، انا ابني وانا متاخر يعني اساسا ما كنتش عامله ان انا ادخله مركز او توديه جلسات، فقالت لي لا ده متاخر ومش هينفع جماعي، لازم فردي عشان يبقى التركيز عليه اكتر. بصراحه خفضت لي جامد في المصاريف. اما بتعرف ظروفنا بتحاول ان يتعلمنا حرفه، ان احنا لسه هنبتدي نتعلم حرفه، نعمل منها حاجات تزود دخلنا. بس الاطفال دي محتاجه ان الناس تبص لها بنظره عطف، تروح مراكز وتبرع لها ان شاء الله كل شهر 10 جنيه 20 جنيه عشان يقدروا ان ايه يجيبوا لهم اجهزه، يجيبوا لهم مدربين يرعوهم، لان الاطفال دي اذا كان الطفل العادي بيحتاج رعايه، الطفل المعاق بيحتاج اضربيها في 10 ولا 20. فعشان الناس دي تقدر تشتغل محتاجه ان الناس تبص لها شويه، والدوله محتاجه ان هي مثلا تزود الفلوس القرارات شويه. مثلا انا قرار ابني، انا ابني مريض صرع، دواء بيعدي 600 جنيه، بيطلعوا لي قرار في 6 شهور ب 600 جنيه، يعني لولا ان في ناس بتتبرع في مستشفى الدمرداش وتجيب لنا ادويه القرار يخلص في شهر، وبنفضل بقى لما يجي متبرع ناخد علاج اسبوع. طب ما فيش، اشتروا المراجع على حسابكم، والادويه دي مش ممكن تقف، لو وقفت العيل يخش في غيبوبه لان دي ادويه صرع. نقدر نقول ان انت حياتك كلها احمد. طبعا كل مخي ان انا اوفر له حاجه كويسه يعني، وارعيه واجيب له الدواء يعني انا بالنسبه لي لما بجيب دواء لاحمد كاني جبت حاجه كبيره قوي، كاني جبت حاجات كتيره قوي.